شدد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو حسن على أن الحوار الوطني يعد فرصة تاريخية لحل المشاكل وتوفير الآليات للتغلب عليها خاصة في المشكلة السكانية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش جلسة نقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. يمكن أنا شايف أن الحوار الوطني فرصة تاريخية أنك تحل كل مشاكل مصر، مش بس إحنا بنتكلم عن مشكلة الزيادة السكانية، كل المشاكل. وأنت على عتاب الجمهورية الجديدة لازم الناس كانت تقعد مع بعض يسمعوا بعض، نفكر نقول إيه هي المشاكل اللي بتواجهنا، طب إحنا ليه معرفناش نحلها على مدار السنين الكتير، طب إيه الآليات اللي إحنا هنتفق عليها مع بعض عشان وإحنا تكون داخلين الجمهورية الجديدة داخلين بلغة واحدة باتفاق واحد محددين مشاكلنا وعارفين الحلول.